أخبر فرض خمس صلاة سجدا يا رب على غير الخلق أحمدا فجميع ما أتى واجب مؤبدا يا رب على غير الخلق أحمدا فجميع ما أتى واجب مؤبدا يا رب على غير الخلق أحمدا فاحتذى فارتضى كل شريك عاندا يا رب على خير الخلق احمدا وانا بحمد الله محبون مقتدى يا رب على خير الخلق احمدا قمت عبدا عاسيا نائقا عن الهدى يا رب على خير الخلق احمدا غير انهم سموني على من قصدا يا رب على خير الخلق احمدا وأحب أن أكون من مداح أحمدا يا رب على خير الخلق أحمدا قمت توبة نصوحة للممجدا يا رب على خير الخلق أحمدا باكيا ندامة مع دموع سرمدا يا رب على خير الخلق أحمدا باكيا ندامة مع دموع سرمدا يا رب على خير الخلق احمدا رب اغفر ذنوبنا وكذاك والدا يا رب على خير الخلق احمدا واعطنا علوما ثم تقواك والهدى يا رب على خير الخلق احمدا حنن يا الهنا ان نرى محمدا يا رب على خير الخلق احمدا حنن يا الهنا ان نرى محمدا يا رب على خير الخلق احمدا فانا على بغيتي فرحا وحامدا يا رب على خير الخلق احمدا فازور طيبتان هي خير مشهدا يا رب على خير الخلق احمدا ارى قبة الخضراء وفيها محمدا يا رب على خير الخلق احمدا واهدي سلامه كسلام سعدا يا رب على خير الخلق احمدا واقول السلام عليكم احمدا يا رب على خير الخلق احمدا فيجيبني السلام عليكم فاحمدا يا رب على خير الخلق احمدا صلي في روضة ركعتين ساجدا يا رب على خير الخلق احمدا وانال بالحديث جنات خلدا يا رب على خير الخلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا رب على خير الخلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا رب على خير الخلق احمدا ربي اولي العزم والانبياء سجدا يا رب على خير الخلق احمدا وجبريل حبه واملاكه جدا يا رب على خير الخلق احمدا وكذا صديقه وعمار جهبدا يا رب على خير الخلق احمدا وعثمان نادي النور وعلي سيدا يا رب على خير الخلق احمدا وهزابر حمزة وعباس منجدا يا رب على خير الخلق احمدا حسن وحسينهم وامهم عسجدا يا رب على خير الخلق احمدا رب باقي من يكون بفرع احمدا يا رب على خير الخلق احمدا وخديجة الكبرى حبيبة احمدا يا رب على خير الخلق احمدا وعيش
نشأت الحمراء شطر ديننا بدا يا ربي على خير الخلق احمدا وجميع كل زوج بناه احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا واصحابه في الحرب اسودا عربدا يا ربي على خير الخلق احمدا واتباعهم ومن لشرعه ايدا يا ربي على خير الخلق احمدا وبعبد القادر هو غوث مفردا يا ربي على خير الخلق احمدا وابي حنيفة من للفقه قد مدى يا ربي على خير الخلق احمدا وبمالك وشافعي واحمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وبخاري ذي الحديث صحيح احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وكذاك مسلم هم عالمي هدى يا ربي على خير الخلق احمدا وبالنووي ورافعي ومن هدى يا ربي على خير الخلق احمدا وبيوسف الاكوان وحسين ماجدا يا ربي على خير الخلق احمدا وأويس القادر وزيلاع مرشدا يا ربي على خير الخلق احمدا ثم شيخ صوفنا وشيخه ماجدا يا ربي على خير الخلق وفي محي الدين وذي البكا واحمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وفي شيخنا علي هو شمس يهتدى يا ربي على خير الخلق احمدا ومعلم المشهور داود ذي الهدى يا ربي على خير الخلق احمدا وجميع القادر هم فرسان عربدا يا ربي على خير الخلق احمدا ومن حاب هؤلاء زد انوارا سرمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ومن زار قبرنا زد انوارا سرمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ومن زار قبرنا زد انوارا سرمدا يا ربي على خير الخلق احمدا او يكون حبنا واكفنا من حسدا يا ربي على خير الخلق احمدا لا اله الا الله ختمنا يا واحدا يا ربي على خير الخلق احمدا لا اله الا الله ختمنا يا واحدا يا ربي على خير الخلق احمدا وصلي وسلم عليه بلا عدا يا ربي على خير الخلق احمدا مع كل اهله واصحابه جدا يا ربي على خير الخلق احمدا وتغانت اولياء مدح خير مرشدا يا ربي على خير الخلق احمدا او يقول مؤمن خير الخلق احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا صل يا ربي على خير الخلق احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا خير الخلق احمدا خير الخلق احمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فرض خمسين صلاة سجدا يا ربي على خير الخلق احمدا فجميع ما اتى واجب مؤبدا يا ربي على خير الخلق احمدا فجميع ما اتى واجب مؤبدا يا ربي على خير الخلق احمدا فاحتذى فارتضى كل شريك عاندا يا ربي على خير الخلق احمدا وانا بحمد الله محبون مقتدى يا ربي على خير الخلق
محمدا كنت عبدا عاسيا نائقا عن الهدى يا ربي على غير خلق احمدا غير انهم سموني على من قصدا يا ربي على غير خلق احمدا واحب ان اكون من مداح احمدا يا ربي على غير خلق احمدا كنت توبة نصوحة للممجدا يا ربي على غير خلق احمدا باكيا ندامة مع دموعي سرمدا يا ربي على غير خلق احمدا باكيا ندامة مع دموعي سرمدا يا ربي على خير خلق احمدا ربي اغفر ذنوبنا وكذاك والدا يا ربي على خير خلق احمدا واعطنا علوما ثم تقواك والهدى يا ربي على خير خلق احمدا حنن يا الهنا ان نرى محمدا يا ربي على خير خلق احمدا حنن يا الهنا ان نرى محمدا يا ربي على خير خلق احمدا فانا لبغيتي فرحا وحامدا يا ربي على خير خلق احمدا فازور طيبة هي خير مشهدا يا ربي على خير خلق احمدا ارى قبة الخضراء وفيها محمدا يا ربي على خير خلق احمدا واهدي سلامه كسلام سعدا يا ربي على خير خلق احمدا واقول السلام عليكم احمدا يا ربي على خير خلق احمدا ويجيبني السلام عليكم فاحمدا يا ربي على خير خلق احمدا صلي في روضة ركعتين ساجدا يا ربي على خير خلق احمدا وانا بالحديث جنات خلدا يا ربي على خير خلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا ربي على خير خلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا ربي على خير خلق احمدا ربي اولي العزم والانبياء سجدا يا ربي على خير خلق احمدا وجبريل حبه واملاك هجدا يا ربي على خير خلق احمدا وكذا صديقه وعمار جهبدا يا ربي على خير خلق احمدا وعثمان ذي النور وعلي سيدا يا ربي على خير خلق احمدا وهزار حمزه وعباس منجدا يا ربي على خير خلق احمدا حسن وحسينهم وامهم اسجدا يا ربي على خير خلق احمدا ربي باقي من يكون بفرع احمدا يا ربي على خير خلق احمدا وخديجة الكبرى حبيبات احمدا يا ربي على خير خلق احمدا وعيشة الحمراء شبر ديننا بدا يا ربي على خير خلق احمدا وجميع كل زوج بناه احمدا يا ربي على خير خلق احمدا واصحابه في الحرب اسودا عربدا يا ربي على خير خلق احمدا واتباعهم ومن لشرعه ايدا يا ربي على خير خلق احمدا وبعبد القادر هو غوث مفردا يا ربي على خير خلق احمدا وابي حنيفه من للفقه قد مدى يا ربي على خير خلق احمدا وبمالك وشافع
علي وأحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وبخاري ذي الحديث صحيح أحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وكذاك مسلم هم عالمي هدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وبناوي ورافعي ومن هدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وبيوسف الأكوان وحسين ماجدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وأويس القادر وزيلاع مرشدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. ثم شيخ صوفنا وشيخه ماجدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وبمحيي الدين وذي البكا وأحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وبشيخنا علي هو شمس يهتدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. ومعلم المشهور داود ذي الهدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وجميع القادر هم فرسان عربدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. ومن حاب هؤلاء زد أنوارا سرمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. ومن زار قبرنا زد أنوارا سرمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. ومن زار قبرنا زد أنوارا سرمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. أو يكون حبنا وكفنا من حسدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. لا إله إلا الله ختمنا يا واحدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. لا إله إلا الله ختمنا يا واحدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وصلي وسلم عليه بلا عدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. مع كل أهله وأصحابه جدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وتغانت أولياء مدح خير مرشدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. أو يقول مؤمن خير الخلق أحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. صل يا ربي على خير الخلق أحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. خير الخلق أحمدا. خير الخلق أحمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم. أكبر فرض خمس صلاة سجدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. فجميع ما أتى واجب مؤبدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وجميع ما أتى واجب مؤبدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. فاحتذى فرطى وكل شريك عاندا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وإنا بحمد الله محبون مقتدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. كنت عبدا عاسيا نائقا عن الهدى. يا ربي على خير الخلق أحمدا. غير أنهم سموني علاما قصدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. وأحب أن أكون من مداح أحمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. كنت توبة نصوحة للممجدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. باكيا ندامة مع دموعي سرمدا. يا ربي على خير الخلق أحمدا. باكيا ندامة
مع دموع سرمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ربي اغفر ذنوبنا وكذاك والدا يا ربي على خير الخلق احمدا واعطنا علوما ثم تقواك والهدى يا ربي على خير الخلق احمدا ظنن يا الهنا ان نرى محمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ظنن يا الهنا ان نرى محمدا يا ربي على خير الخلق احمدا فانا لبغيتي فرحا وحامدا يا ربي على خير الخلق احمدا فازور طيبة هي خير مشهدا يا ربي على خير الخلق احمدا ارى قبة الخضراء وفيها محمدا يا ربي على خير الخلق احمدا واهدي سلامه كسلام سعدا يا ربي على خير الخلق احمدا واقول السلام عليكم احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ويجيبني السلام عليكم فاحمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وصلي في روضة ركعتين ساجدا يا ربي على خير الخلق احمدا وانال بالحديث جنات خلدا يا ربي على خير الخلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وصلت بالرسول النبي احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا ربي اولي العزم والانبياء سجدا يا ربي على خير الخلق احمدا وجبريل حبه واملاك هجدا يا ربي على خير الخلق احمدا وكذا صديقه وعمار جهبدا يا ربي على خير الخلق احمدا وعثمان نادي النور وعلي سيدا يا ربي على خير الخلق احمدا وهزاب حمزة وعباس منجدا يا ربي على خير الخلق احمدا حسن وحسينهم وامهم اسجدا يا ربي على خير الخلق احمدا ربي باقي من يكون بفرع احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وخديجة الكبرى حبيبات احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وعائشة الحمراء شبر ديننا بدا يا ربي على خير الخلق احمدا وجميع كل زوج بناه احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا واصحابه في الحرب اسودا عربدا يا ربي على خير الخلق احمدا واتباعهم ومن لشرعه ايدا يا ربي على خير الخلق احمدا وبعبد القادر هو غوث مفردا يا ربي على خير الخلق احمدا وابي حنيفة من للفقه قد مدى يا ربي على خير الخلق احمدا ربي مالك وشافعي واحمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وبخاري ذي الحديث صحيح احمدا يا ربي على خير الخلق احمدا وكذاك مسلم هم عالمي هدى فرض خمسين صلاة سجدا يا ربي على خير الخلق احمدا فجميع ما اتى واجب مؤبدا يا ربي على خير الخلق احمدا فجميع ما اتى
فواجبون مؤبدا يا ربي على غير الخلق احمدا احتذى فارتضى كل شريك عاندا يا ربي على غير الخلق احمدا وانا بحمد الله محبون مقتدى يا ربي على غير الخلق احمدا قمت عبدا عاسيا نائقا عن الهدى يا ربي على غير الخلق احمدا غير انهم سموني على من قصدا يا ربي على غير الخلق احمدا واحب ان اكون من مداح احمدا يا ربي على غير الخلق احمدا قمت توبه نصوحه للممجدا يا ربي على غير الخلق احمدا باقيا ندامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إلهي بما هدسك سبحانه وتعالى إلهي جنوسه جمعية مكان كان أنغو أرنت أنوسه كلنا أيتهاي أرن إلهي أكتي سنة كوين ددك مؤمنين تنا أكتو دكوين تاسو أه مدى أن ماند أنغو أن أدبال دغينون احتفالينو وأهد الله شذي حبيب كنجا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنت عالم كإسلام كأذل سدان يسيك سيقيم بدن أي وجود ما شاد هيان وجود بلد هيان النجون وحنو كم من هاي ومدى مسلمين تاه أيجنا سدان وجود بلد هيو أركو وحنو جعلنا هو لليال ما دام وقت جو يركو بين يهاي وحنو رجينا هنا وأن رمنا إنا نقود قلنا وحانو قود قلنا مركا أرنت نذا نقود قلنا أولا وحانو كفر فرانينا احتفال كنغان آت كي آت كأوقي مهبدا وأن إلهي رضيه سير رحمة ديسا أنو كر جينينو وحلو كفر فرطوحا وقو خير كبدا كأسو أقرآن ككريم كا وحانا إن شاء الله قرآن كينو آخرين دونا معلن عبد الرساق فارح عثمان معلن عبد الرساق فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم تعالى وحانو كحج سنينا صليقى حبيبك أنك محمد صلوات الله ربه السلام عليه وحانو يرهي شيخ عمر معالي محمد شيخ عمر فضل مشكورا صلاة وتسليم دواما على المصطفى خير البرايا على يا رسول الله قلبي يروم لغاك ذا المزايا وتسليم
ببابيك يا حبي وقفت فلا تدرد عبد الخطايا وصالة بجاه النبي لأظفار بأخرى والدنايا ثقلت بقبح وثلمت بوزر أغلني بالمنايا جزاك إله الخلق عنا يا مصطفى جد بالعطايا محمدنا خير لنا من سراج دياجي ذو البهايا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه جزاك الله خيرا شيخ عمر معالي محمد ايها احبابي في الله ادنا وحنا جعلنا موضوعنا كنا نغدغلنا وحنا انو فرفر هيا وان هدنا ميكروفون كربا ان ان كو وريجيو شيخنا جليل شريف عبد الله شريف حسن او خطيبك يا امامك يا مدرسك مسجدك مسجد الصحابه لو يقنا تو الف أسأل هذا الميكروفون كان كسوة دوين هيا علمتنا وحان كعود سنة هيا إن شاء الله تعالى إن وقتك وضع إلى لنا مشايخ بدنا إياه تشوكتا أيقونا معنا لغة بدنا ويكوب بحدون تا طبان طبان دقيقة إياه نسيسينا إنا هذا الميكروفون وحان كسوة دوين هيا شريف حسن شريف عبد الله شريف حسن لتفضل مشكورة شريف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكذب ولا ليال ماشي ما أنت وحي نسكو ونمد حبيبك إن محمد صلى الله عليه وسلم حسكيسا إن نود بالدقنو أن كفرحنو يوم مولده صلى الله عليه وسلم ولا ليال آياتها إن وغرني إلهي سبحانه وتعالى وحينا وحكايونا يا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهي وحولي يا نبي الله موسى يا نودرني آياتها صدح ذا صدح شيبا نكفى إذا سنينا آيات ظهر إلهي وحينا وشيقيا رب سبحانه وتعالى إنو أمر يو نبي الله موسى إن أوحصوصيو قوم كيس وذكرهم بأيام الله قال المفسرون وذكرهم بأيام الله أي أيام حدوث نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إن لوين الله حصو واختياذ إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تيسا أهل الحق ونصرق أسود الجيئة الله حصو ووحى إن الوشى قوي إلهي سبحانه وتعالى وكسود الجيئة على نبيه موسى في التوراة وكسود الجيئة وبعد ذلك النبي الله موسى نعمة الله شيغيو وامحي إساق أمد وعديو وحوليه إذا أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب آيات الله نعمة تاوي إلهي كذب وحوينو شيغي نعمة هدانا كل شكرين وشكر كذا أنا الله إيمان
أو إلهي سبحانه وتعالى في أواخر سورة يونس كل يهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هدانا كفرح إلهي وحولي وإتى أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعمة أقوى النعمويك أو نعمة بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون هدانا كل شكر فأي النعمة نشكر بها الله سبحانه وتعالى هدانا كل شكر النبي الله محمد أو أكبر النعم هدانا لقو شكر نعمويك كير يرى ما دام لقو شكري أمد والبنى نعمويك إلهي أوسي إلا فري إنا كل شكريان نعمة أنا كل شكرنا إنا ما حيتاي ولا ليال وحان ذي الحصوصين يا أكتهن قبل 8 قرون أو 9 قرون كان المسلمون يحتفلون لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي شام وفي موصل وفي العالم الإسلامي كله وكان يحضره الملوك وكان يحضره الحفاظ وفقهاء هذه الأمة ومحدثيها وأهل العلم فمنهم الحفاظ كانوا يحضرون ولا ليال احتفال هذا وحال لديك جري سيدات بقولو سارة كهرة بلديك جري سيهد أنك أنا أوديك كرين أيا لو ديك جري سغال بقولو سارة كهرة لو ديك جري وحال ديك جري هل قوبين يكو قورعان رقي واقع جوغي احتفال كتولين يي إن يكو قلان حول قاريا إلى 10,000 أو قيل يا أري يا الله يا دقاق اسكو قجرو أنك تاميان هذا سمينا وحال دين شيقيا احتفال هذا النوع عساها وحاسو حاضري جري أئمة زمن كان جوقتي بسو حاضر جرين أبو شام شيخ وإمام النووي رحمه الله تعالى كان يحضر تلك الموالد وابن دحية كان يحضر تلك الموالد والإمام السبكي وابنه السبكي كذلك السبيان كان يحضرون تلك المجالس التي يذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في العلماء من رد أو من عارض مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكروه في تاج الدين الفاكهاني المالكي الصوفي الشيخ الكبير وقد أجابه الحافظ السيوطي في كتابه حسن المقصد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليال أئمة بأوح احتفالين لمشيق عالمك سيدات بقوله سنة كهرباء له احتفاله واحد أنه ما هذا مناسب ما هذا إن لقوض هذا المولد كالنبي صلى الله عليه وسلم لقوض هذا له أرنك وأرن هرأي علماء ما الأردقين أو لقبك سدوي أئمة الدمانة إسكوا فقين إنه يها شيء مستحسنة جواز أبنان بل مستحسنة إسكوا فقين فكلهم ألفوا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كتبا موجودة في هذا القرن كتبا كوذا ألفين واتفقوا على جواز ذلك فقد ذكر بعض العلماء أن هذه المسألة مسألة اتفاقية اتفق عليها العلماء من قبل خلاف لا يؤثره خلاف الذي تجدد في هذا القرن الذي نحن فيه لا يؤثر ذلك الاجتماع قد اجتمع على ذلك أئمة أجلاء وحفاظ هذه الأمة ولا لا يوافق مسألة أيضا رقي علماء أها أئمة أها حفاظ أها يوافق مسألة أيضا يوافق هذا وحي كهض الآن دد ما أردت يعني أن مناسبة هين مبتدعة هذا الزمان مثل الوهابيين وحد أرن كود هذا وحلا قد يستمها مسألة أيضا وحان أقنا هاي حبيبك صلى الله عليه وسلم إلهي باويني وإنك لعلى خلق عظيم آيات دا كلي قد إلهي وقو أمان يعد وقو أمان كرتم له حبيبك صلى الله عليه وسلم إلا احتفاله وأرنك أيسكو ضوافقين أي مذوي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إسقى يا أدبال دقي مالكي لدري إسقى أدبال دقي لما سئل عن صومه في يوم الاثنين ماذا أجاب أنه يفرح ويحتفل لمولده صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي في صحيح مسلم الإمام الحافظ العسقلاني استخرج جواز أدلة جواز مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم الذي ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لما نبي مركو يهجر إلى المدينة المنورة ووجد اليهود أنهم يصومون ويدي واحد محاو صومنتهم بسؤالين وحيقوا جوابين ويوم عظيم وعلم وين وي وإلهي سبحانه وتعالى أون جاي نبي الله موسى يقوم كي فرعون أتباع لسين ربي أهلاقي نبي الله محمد موسى لهم وبدع موسى لهم بل نحن أولى بموسى منكم فسامه وأمر بالصيام يوم عاشوراء لماذا سام الرسول صلى الله عليه وسلم احتفالا وتعظيما لذلك اليوم الذي تجددت النعم لتلك الأمم
فكل نعمة أحدثت في هذا الكون هي أصغر من نعمة بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعمة كستو كون كان كسو عصبوناتي ويكيرت هاي نعمة النبي الله محمد هدانا لو احتفال حبيبك وح لو احتفال يملا ولا ليال رسولك إن لو دبال دقو إلهي با إنو جديي رسولك سا إنو جديي أئمة با إنو جدي سي وإن إسكوا فقين وحد الزمن كان سو يمد أو يمد إعداد حبيبك صلى الله عليه وسلم أرن كاس وحبر نقصا ميني مهيان إن شاء الله تعالى وقت جاي أسك عريدة توان دقيقة لا توان كي دقيقة ويصير ما نسال دقيقة وح كده مياه بيها لي وحوي وحن إسكوا باقينا وحد أكتهين رسولك صلى الله عليه وسلم سند والبسند ككدم بوسي وينان هي احتفال كيسة صلى الله عليه وسلم وحنو أركائنا سند كان كبدان هي سند كي هوري سومالي وقرت ولا لها يأوي وحي قوري أوي سوكوان وذي جوغان سوماها هذه اللي وذي قورونا حبيبك محبين تي سومال وبي بوحان وأولا سو عميريا سيرا اللي وذي جوغا ولا ليال حبيبك صلى الله عليه وسلم لانقاب معها هذي سومالي وذي بدعوذ النفتي رمان انت محبين تي سواي بضانتا لكن إلهي وحن كرجينين اني بدعو بن مريولي حبيبك محبتي سيا لغو أغا ما بدعو بدونان إن شاء الله تعالى وأدد أهل السنة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على طريقة صوفية ولا ليال وحوي إن شاء الله تعالى خير بدن ما نذير رجينينا إلهينا وحان كبرينا أمان إنو نسيو أو تنو إنو أمان سدو تينا إنو أمان سدو نبقى محبتي هدان لدن مادنونا إمام الجزري وحولي إمام ابن جوزي الحنبلي وحوليه احتفال كان ومما جرب الحافظ ابن جوزي المعلوم الحنبلي الحافظ المشهور ماذا يقول عن المولد ومما جرب من خواصه أنه أمان في تلك العام أنه أمان في ذلك العام في ذلك العام مركب هذا احتفالنا حبيبك صلى الله عليه وسلم إلهي وحنكر جينينا إنه إلهي برواقي نسيه وحن إيه خير كي وحكبضني نوع ليه ولا ليال إن شاء الله تعالى علوه بضن بأينا قدن بيسا انت أسان كلمة ذي افتحك سوكو بيا إلهينا وحنك رجينا خير بضن إنه جزيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف حسن أيها أحباب طمحبين تيسوي مثل كان مركا النبي قنق محمد صلوات الله ربي وسلامه عليه مقعي عيسى مركا الله شيخه وأين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله ربه وسلامه عليه وأن كروق أن حبيبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى جيسا بارك الله أدنى إن شاء الله تعالى وحان يرهيا شيخ مصباح أحمد وأصغنا أن رجينا إن شاء الله تعالى وشيخ أزهري ومصر إمامك يا خطيبك مساجد كتات كوي أصغنا هدنا كسو دوينينا وحنا نوغو خطبين دونا اللغة العربية اللغة العربية نوغو خطبين دونا 8 دقيقة نسينينا إن شاء الله تعالى 10 دقائق فليتفضل مشكورا شيخ مصباح أحمد الحمد لله رب العالمين يا رب اللهم لك الحمد وإليك المشتكى أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى إلهي كيف أفتقر في غناك وكيف أضل في هداك وكيف أذل في عزك وكيف أضام في سلطانك وأنت الله رب العالمين المعافى من عافيت والمبتلى من ابتليت والحكم ما قضيت كل معبود سوى وجهك الكريم باطل وكل ملك سوى ملكك الكبير زائل وكل فضل سوى فضلك العظيم منقطع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له